السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم. ليلة الأمس حوالي الساعة 9:44 مر نيزك أو شهاب ساطع لونه أخضر فوق سماء المغرب، وخاصة بالجنوب الشرقي، يعني وقد تم رصد مروره بمجموعة من المدن المغربية كمدينة بني ملال مثلا، ومجموعة كذلك من المدن الأخرى، وخلف يعني خوف شديد لدى السكان، وخاصة أن كان ضوءه كبير. والخبر العاجل هو أن ثم يعني العثور على مكان سقوطه، يعني بمدينة زاغورة وبالضبط بمنطقة زاوية القاضي بجبل تيقيوت، جبل تيقيوت يعني. ونتمنى الحظ والتيسير للباحثين عن هذه النيازك. أعيد الخبر، تم سقوط هذا النيزك بجبل تيقيوت بمنطقة زاوية القاضي بزاغورة.